على أن هذه الصفحة ربما طوية نوعا ما، والأمور القضائية الجنائية تم الأخذ بها يعني من ناحية المادة القانونية. لكن هناك أظن مشاكل اقتصادية كانت عالقة جدا بين الطرفين، ربما تحاول تركيا إعادة فتح هذه العلاقات. من الأمور الدبلوماسية باقية كما هي، لا يوجد فيها تغيير، لكن الأمور التجارية بين الطرفين باقية. نعم تحتاج على الأقل من الطرف التركي لإظهار رؤيته الاستراتيجية باتجاه كل من مصر والسعودية. نذكر هنا مستمعينا أنه في الأسبوع الماضي مسؤولون التراك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز يأسوا من هاتفية أجراها على ضرورة متابعة ثنائية. وأيضا هناك مسؤول تركي رفيع المستوى قال بأن الزيارة الآن في الخارجية من العزيز الحكيم. يا ربما